مرة أخرى أعود إليكم أخوتي المغاربة الأحرار. كان قطاع في خوات الحجرة، وحنا خوانا الحجرة خوانا كاملين، لأن هذاك الشيء اللي كنعيشوه اللي كنشوفوه، بأن الريف الظريف الشريف الشخم الشامخ، ماشي الشخم الشامخ، ان الابواب ديالو السوارت كيحلوها ناس خانوا الوطن، خانوا الوطن. فتحل انت، جاو عندي ربعة البرلمانيات وهم اليسار، ونتصلت باليسار وهو اليسار، القضية هي كلها خطة القصر الهلكي الهمجي. دار خطة للشعب المغربي، وأنا كنقول دوك الإخوات، إخوات نسائهم اللي كيديروا فيديوهات على منيب المكافح المناضل منيب، وكيديروا اقساط من الفيديوهات ديال شكون اللي دايرها، هيس بريس بوبر هيس بوكلي بالكحل، على من كيهضر المعتقلين. وحنا منيب قلنا لك مختطفين، سي احمد الزفزافي قلنا لك راه ولدك مختطف، ماشي معتقل، ماشي غير ولدك، ولادنا كاملين مختطفون. هذوك دري يدير تدوين ضربه ب3 سنين، وانت كتهضر ليا لا حنا في انا ماشي مناصرة من اوروبا وضد الوطن الدولة والخرا، ديك الهضرة ديالك انت. فعاود لمخك اخويا، كنقول لك انا لان هذه العوبة خصهم يعرفوها الناس. احمد الزفزافي اشتراه النظام، راك سمعتو العرس ديال بنته، عنده 1300 درهم شهرية، وغيدير لبنته عرس ديال 12 مليون، ولا عنده سيارة وسائق حيت ما عندوش بيرمي. فكفاكم من هاد الضحك، هذا دقت ساعة الحق. ما تدافعش على الريف، وحنا ما كلفناكش بالريف، ولا تهضر انت بعيد على الريف، بعدتي احترمناك بما فيه الكفاية، كاع الناس احترموك، كنحترموا ولدك والعقوبات اللي دارت لكم العلوية، احترمنا وتعاطفنا معكم، ولكن ما تقلبش عليا انا وتطرد لي انا السروال بيجاما اللي هضرنا عليها. تستضيف ربعة الناس، انت اللي بعتي لهم، وليتي انت كتبعت برسائل استضافة. شكون هذا المغربي هذا اللي غيدير هذه القضية؟ انا بعت ربعة البرلمانيات، غيجي واش كتصحابونا حنا؟ شنو قرود ولا شنو؟ القرادة راه كاين في جبال الاطلس، راه كاين لو سينج ماروكان بحالك. نو سوم با دي سينج، حنا دي زيتر اومان. الاحرار ديال الريف راه عاقوبك فقط لانك تتكلم الريفية، وانك ابن منطقة الريف، وان ولدك في الحبس، فهم يحترمونك. فما ما تاخذهاش مسألة ضعف هذه القضية، يعني يحترمونك لانك ولانك ولانك، راغي غيدوزو حاجه اخرى، انا ما شغليش انا بداك المشاكل هذيك. ولكن ما تعتبرناش اغبياء. انت كتفتح الريف، جبتي وانت قلتيها بعظمه لسانك في الفيديو اللي صيفطو لي اخ، جبتي 4 ديال هولنديات يساريات، وانا اتصلتي بالسيد العامل باش تقول له
رئيس المسجد راه شو عندك ربعه البرين اتصل هنا العام بانه نتصل به علاش اشوف مخبر انت ولا شنو اشوف السيد العامر راه عندي جاو عندي واحد ربعه الهولنديات ورا اتصلت باليسار المغربي اليسار واليسار اللي كيهضروا عليه خوتي كيهضروا عليه خوتي اللي كنا كنهضروا في الاول سمعنا قضايا جميله ان الدكاكين السياسيه ما بغيناش وانت تفتح الدكان اليساري في الريف انت كتبيع الريف انت كتحل الريف ابواب الريف المنيب اش درت معاك منيب وبوكليب وكتقولوا كلكم انت لولدك يا حسرته وكتعرف بان ولدك مختطف وماشي معتقل وماشي غير هو الدري اللي عنده 17 واللي عنده 14 واللي عنده 13 واللي عنده 23 واللي عنده 33 كل مختطفين ما نبقاش كاسكيطة ومداوي كلهم بو 20 مختطفون هادوك مختطفون انت ولدك اللي في سجن في سجن السجن ديالنا راه الشعب اللي كيخلص الضرائب لدوك الخدامه والماكله والعسه والتخربيقه ولدك اللي يغتصب بزروطه وباقي كتهضر انت على لا حنا ما حنا ماشي كنتحماو ولا كيحاميو علينا ولا وحنا ديمقراطيه واعطينا التيسع صاحبي راه قلنا لك غير سد فمك انا ما بغيتش نطول على الكرام الاعزاء اللي كما قلت لكم كتقراو بين السطور هذه مساله خطيره وقالها الخوت انا شفت التعليقات ديال الخوت في الفيسبوك امازيغيات حرات ابناء المنطقه وتيقول لك حداري الريف يفتح على مصراعيه بدخول منيب فمرحبا بك منيب مرحبا بكم اخوي اخوتي ريافه الى كتيقوا بمولات الزلافه هذيك مولات هذيك الساحره دخلت لكم دي هي الاخرى ديال الرباط باباها السفير القديم وهي الجديدة إلا كتيقوا نتوما وهضرنا على هاد القضية يعني كفانا صافي سالينا ما بقيناش بغينا هاد لكم الاختيار بلا ما نتعيروا بلا ما لا تفوتوني أفضل نخليها لمرة أخرى الناس اللي كيتهمونا بان ما عرف شنو صدرت واحد الورقه وقالت واحد الجريده وديك الجريده غير وانا ما كنعرفهاش انا كمغربي ما كنعرفهاش فكيف لي المانيا وفرنسا ورا باش تبان فيها وبيقراوها الناس ونحن مطالبون بان نمشيو نقدموا دعوه قضائية ضد هذاك كاتب المقال ونقدم انا دعوة ضد المقال ديالك انت وضد المقال ديالي والاخر يقدمو وحنا كنقدمو غدا حنا عي كندعيو في بعضيا شي كيدعي شي ولكن بين السطور هي اللي مهمة من الانسان كيقرا بين السطور تيعرف بان القبور والضبور راه كيف كيف دبر وقبر عايشين فيه عايشين في الدبور كطيحوا القبور فأنا لا أحتاج إلى دعوة ولا أحتاج لمن أنا أحتاج العقل ديال الشعب المغربي اللي كنحتاج ليه أنا ما كنحتاج للأمم المتحدة ولا الاتحاد السوفيتي ولا الاس اس 400 اس اس 500 لا العقل ديالك يا اخي الا طلع لواحد المستوى
ما غتضربك لا اس اس ولا اكس 25 ولا البي سيكون 2، تفهمنا ما تفهمنيش؟ ما نقول لكم ديك الجملة اللي كنختم بها، سيروا تخراو سيروا تخراو. يلا تحيتي للأحرار بطبيعة الحال، الناس الواثقين ماشي العالقين اللي في التربة فازقة وغرقات رجليهم وكيطلبوا النجدة. خليهم بوحدهم تما، غيموتوا تما في داك الغيس اللي دخلوا ليهم. بغيتوا الغيس غنخليكم في الغيس. أبناء الريف، تحية صادقة لكم. المعتقلين المخطوفين، اعتقال جراء اختطاف، والاختطاف مركز تربوي وجمهوري بلاصه كتدخل في مؤخرات، فهذه ماشي دولة. جمهور داك الميليشيات، الميليشيات الملكية، كنحييكم الملكيون والجمهوريون وديروا ميليشيات، ديروا ميليشيات وخرجوا للصفوف، لنا معكم كلام أيها الجراثيم. بخوش ديالنا بيريمي، أنت بخوشة ولكن بيريمي، مبقيتيش أنت بخوشة كاع، هذاك الملكية كنتي بخوشة وراك بيريمي، مبقى وأنت باقي كتعتقد بأنك بخوشة، أو مبقيتيش أنت بخوشة الأخرى. إذا ما نطولوش الهضرة، طانكيشون، تحية لكم أخوتي. شكرا. الزفزاف يناديكم منيب 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 بوغليب، ها هو الريف لك اوكي. لمك ينعل دين بوكو دين الكلبة اللي ولدت امك يا ابنة السفير. نذكروا التاريخ ديال امك ينعل دين بوك الكلب. يا ابناء الريف بقوا احرار، كنتم دائما أحرار، بقوا أحرار. أتلفوكم هاد الزفزافي والقلاوي والصداعات، حرية وطنية. أنا ما قلت أنا ولدي شدوا لي وسير تخرى، نتوما شديتو وطن، أنت كتفكر على ولدك أنت الوطن، ذكرتي الأصدقاء ديالو اللي مشدودين، ذكرتي الدراري الصغار اللي عندهم 14 عام، قاعد أنا ولدي نشدوا لي وأنا وسير تقود عليا، سير تقود باللغه الهمجيه ديال اللي كتفهمها الاخرى. استسمح الاخوت الى هادشي كيضر، تحياتي، عافاكم، سامحوني.